تحسيسا باهميه تنشئه الاطفال على النهج القويم وابرازا لدور قاده الراي الديني في نشر وترقيه حقوق الطفل، اتت ورشه وزاره الشؤون الاسلاميه والتعليم الاصلي المنظمه بالتعاون مع صندوق الامم المتحده للطفوله. الورشه تركز على المسلكيات العائليه الاساسيه الضامنه لتربيه الاطفال في بيئه حاضنه سليمه اعتمادا على الادله الشرعيه وتماشيا مع دليل التحسيس. قررت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة تنظيم ورشة تحسيسية في ولايات الحوض الشرقي والأصابع وجيد مارة حول المسلكيات العائلية الأساسية اعتمادا على الأدلة الشرعية في الإسلام وستناقش مفاهيم الدليل المعتمد للتحسيس باعتباره من أهم الوسائل لنشر الثقافة العائلية في تربية الاطفال انطلاقا من المنظور الشرعي. قطاع الشؤون الاسلاميه يهدف من خلال هذه الورشات الى ابراز الطرق الامثل لتربيه الاطفال انطلاقا من المنظور الشرعي وتحديد المسلكيات الاسريه التي يجب اتباعها. سيناقش المشاركون مفاهيم الدليل المعتمد للتحسيس لكونه من اهم الوسائل ذات الصله بهذا الموضوع الذي يهدف الى التذكير بالطرق الامثل تربية النشء الأطفال انطلاقا من المنظور الإسلامي المشاركون في الورشة شددوا على أهمية موضوعها منوهين بالتركيز على ضبط المسلكيات العائلية سبيلا إلى تنشئة الأطفال في بيئة أسرية نموذجية مفهوم حقوق الطفل هذه من المسائل اللي مهمة عند الأسر اللي هي اللي تساعد على الاسره تربي عليها الطفل في هذا العصر اليوم. بعد مطالعتنا لمضمون هذا الكتاب الصغير لاحظنا عن مضمونه يعتمد اساسا ويرجع المراجع القران والسنه وبالتالي احنا متشبهين بما احتوى عليه ومستعدين لتحسيس السكان الورشة شكلت سانحة لتبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين وممثلي وزارة الشؤون الإسلامية مع تحديد أبرز المشاكل المطروحة أمام الآباء والأمهات في طريق تكوين طفل متوازن الشخصية بعيدا عن المسلكيات السلبية حمد المصطفى نونو قناة الموريتانية مدينة كيفا